لقيت بخيك يا حسين. ما كنت أظن أن أبا عبد الله قد بلغ هذا السن، فإذا شعره ورأسه قد نصلا من الخضاب الأسود. أتنكت في رأس الحسين؟ والله لقد أخذت عصاك في ثغره مأخذاً لطالما رأيت رسول الله يقبله. أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وشفيعك ابن زياد، ويجيء هؤلاء وشفيعهم رسول الله. الويل لك يا يزيد، الويل لك يا يزيد، الويل لك يا يزيد، الويل لك يا يزيد. يا علي، إن أباك هو الذي قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيت. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ كان هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لعبت هاشم بالملك، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ولا وحي نزل. ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟ وكيف يرتجى حفيد آكلتك بذي الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟ نكأة بدر بنكأة كربلاء. إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك. ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا. وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا. يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟
هذه المرأة أما كان يأمر بصلبها؟ لقد جرت علي الدواهم خاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. أقسم لألحقنك بأخيك. مولاي، لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب. سحقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية. لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها. اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه. هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي. كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك. يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه. كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. كذبت يا عدوة الله. عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. لقد أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبطا هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى عليه ملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين،
والمجاهد أعداءه الناصبين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وعلمة علمه، سمح سخي، أبطحي رضي، مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا، وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة، وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين، الحسن والحسين، ذاك هو جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن صاحب هذا الرأس، ذبيح كربلاء. قد بدأت تتلقى جزاء بغيك يا يزيد، أصرخ، أصرخ كما يحلو لك، فقد حان لك أن تتألم، أصرخ. فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت، فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما شمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.